استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالديوان الأميري اليوم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماعهم التشاوري 16. وقد أعرب أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية عن شكرهم واعتزازهم بالجهود الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي، ومشيدين باهتمام ودعم سموه لهذه المسيرة المباركة. هذا وقد ترأس الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع التشاوري 16 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. معالي الوزير ألقى كلمة مملكة البحرين حيث هنأ فيها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بالثقة الملكية السامية بتعيينه وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. ويطيب لي أن أنتهز هذه الفرصة بأن أهني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بالثقة الملكية السامية بتعيينه ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسأل الله عز وجل أن يعينه ويوفقه على طريق الخير والصلاح. كما أود بداية أن أشيد بعملية عاصفة الحزم، تلك العملية الشرعية التي أجمع عليها العرب وساندتها الشرعية الدولية، والتي نجحت قبل أن تبدأ، فقد كانت ناجحة في أهدافها الشرعية وناجحة من حيث التخطيط والتنفيذ، وما لقته من تأييد إقليمي وعربي ودولي، واستطاعت تجسيد الموقف الموحد في القرار والالتزام الخليجي والعربي. فأرض الحرمين الشريفين ليست مكاناً لاختلاف العرب والمسلمين، بل هي القبلة التي توحد مشاعرهم. ويشرفني في هذا المقام أن أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم على ما تحقق من نجاح قيادي وسياسي وعسكري وأمني، آملين أن تحقق هذه العملية الكريمة أهدافها في عودة الشرعية إلى اليمن الشقيق، وأن ينعم أهله بالأمن والاستقرار والرخاء. وفي ظل هذه المتغيرات الخليجية والإقليمية، فإن استشراف النهج السياسي لمستقبل دول المجلس يجعل تعزيز التعاون والتكامل في مقدمة أولوياتنا لتحقيق الاتحاد الذي أصبح واقعاً ملموساً وأمراً بات محسوماً. أيها الأخوة، نلتقي في هذا الاجتماع المميز وروح التعاون بيننا واجبة، والحاجة ملحة لوحدة الموقف السياسي والدفاعي والأمني وكذلك الاقتصادي. فخارطة الموقف الأمني الخليجي أصبحت اليوم خارطة واحدة لجبهة أمنية مشتركة. ولا شك بأن تحقيق الأمن وفرض النظام العام في مثل هذه الظروف يمثل قاعدة الإسناد العام لقواتنا المسلحة، وعلينا مضاعفة جهود التنسيق الأمني من خلال الاتصالات المباشرة، إذ يتطلب الأمر منا الاستعداد للتعامل مع أي انعكاسات أمنية محتملة، وهو ما يستلزم إدامة التنسيق المباشر بين جميع الأطراف بشكل مستمر. أصحاب السمو والمعالي، إنما تشهده المنطقة من صراعات أخذت أبعاداً محلية ودولية،
وما يزيد من خطورتها أنها باتت على حدود دول المجلس التي انتهجت سياسة الانفتاح على جيرانها والتزمت بقيم حسن الجوار واحترام الشؤون الداخلية للدول الأخرى، غير أن المقابل كان التدخل في الشؤون الداخلية لدولنا من أجل تحقيق مآرب توسعية، وكان أمراً متوقعاً ومحتوماً أن يأتي اليوم الذي يغلق فيه الباب أمام التدخل الفارسي في بلاد العرب، كما يشهد من أراد التفكك للأمة العربية عكس ما تمنى، لأنه سوف يشهد بإذن الله المزيد من التحالفات العربية التي تمكن من جمع الكلمة وتوحيد المواقف وتظهر الأمة القادرة على مواجهة التحديات بكافة أشكالها. إخواني، في إطار تعزيز التعاون الأمني وتفعيلاً للاتفاقية الأمنية، فإنني أؤيد المقترح الذي تفضل به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بإقامة تمرين تعبوي أمني مشترك على غرار تمرين وطن 85 لكافة الأجهزة والقطاعات الأمنية التابعة لوزارات الداخلية بدول المجلس، فإنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم، ويصح لنا اليوم بأن نقول على قدر أهل الحزم تأتي العزائم. وفي الختام أسأل المولى عز وجل أن يحمي قادتنا ويمدهم بعونه، وأن تجتمع كلمتنا على الحق والخير لما فيه صلاح أمتنا وأمن أوطاننا، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وقد بحث أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل الأمني المشترك والجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المختصة من أجل تعزيز التعاون والتنسيق، حيث أقروا آلية عمل اللجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة، كما وجهوا المختصين لعمل دراسة تسهم في الحد من انتقال المواطنين الخليجيين للانضمام إلى الجماعات الإرهابية وتفعيل القرارات التي تتعلق بتشديد الرقابة على الحوثيين المتواجدين بدول المجلس، كما تدارسوا إقامة تمرين تعبوي أمني مشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس. من جانبه صرح معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون أن وزراء الداخلية عبروا عن سعادتهم بعودة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان سالما معافى إلى السلطنة، كما عربوا عن خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة الثقة الملكية من خادم الحرمين الشريفين باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية. وشدد الوزراء على الموقف الثابت لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف وتجفيف مصادر تمويله، مشيدين بالجهود الموفقة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية وأدت إلى القبض على خلايا إرهابية تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك ما قامت به الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين من القبض على مجموعة إرهابية متطرفة. وأكد الوزراء دعمهم ومساندتهم للجهود الحثيثة والملموسة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المختصة في دول المجلس لتوفير الأمن والأمان لمواطني دول المجلس والمقيمين فيه، مشددين على أهمية يقظة الأجهزة الأمنية في دول المجلس في ظل الظروف الحالية التي تواجه المنطقة.